خوتي انا رجعت لكم، بغيت نديرو زيتو الخضر، غنديرو مسلله درتو هنا وسط الميكا، هانتوما حطو القياس اللي بغيتو هو، وكنضربو بالمهراس. هاد الرجل ديال المهراس كنبقى نضرب فيه حتى ان شاء الله يدير ليا بحال الطريقه. المهم باش في ساعه نسربيه، غنوريكم كي غيجي. هانتوما خوتي، هانتوما خوتي، بعد ما ضربتو بديك المهراس كنشقوه كتيجي بحال المسلله، يعني غندوزو كامل بحال هاد الطريقه صافي، وغنحطو نديرو في البيدو. بقاو معايا ما تمشيو فينا خوتي. المهم غنقاليه حتى تنديرو كامل هادي خوتي، انا راه تنديرها غير فوق البوطاج يعني، وعارفين بان ضروري الزيتون ميقطعناش من الدار. اللي بغا يدير هاد الطريقه هادي راه ساهله وفي ساعه كتربينا، ولا يشقو بالموس. المهم انا غير شاركت معكم هاد الطريقه. المهم بغيت نصور لكم هاد الفيديو خوتي، انا من الاحسن كنديرو هنا الوسط وكنضربو ضربه وحده يعني باش ما يطيرش ليا، ماشي مشكل. كما قلت لكم اخوتي راه مغسول ومسقطر، يعني غنهزو نيشان وغنديروه هنا في البوتيزه. بسم الله، غنديرو في البوتيتا، غنبقى تنسالي هاد الكمية ونرجع معكم إن شاء الله. هانتوما خوتي دابا راه باقي ما عامرينش بالماء، من الاحسن من الاحسن انكم ديروا ليهم الماء ديال شي عين ولا شي بير، ولا اللي عنده بحال مثلا انا عندي عين 5 لتر ديال الزيتون هكايا غير شويه، ناخذ له واحد البيدو ديال الماء حلو يعني ديال هكا اللي كنشربوا، تيكون ما فيش الكلور باش يبقى لي خضر، يبقى اللون ديالو زوين. اما اللي درنا ليه ديال الروبيني راه كيكحلو كيخمش فيه ساعه، يعني كيخسر لينا بواحد المده قصيره، كيولي كيهرى لينا وكيخسر.
راكم عارفين الماء ديال الروبيني تيكون فيه شحال ديال المواد كيديروها لينا فيه. المهم هذه غير نصيحه. المهم انا عندي هنا الماء ديال البير، ها هو هو اللي غندير فيها البنات، هو اللي غادي نعمر به. انتوما غادي نعمر عليه، بسم الله. اصلا البنات راه هاد البيدو ديال العين جا يعني جابوا لي من الدار من واحد العوينه، الماء ديال البير، يعني الماء ديال البير ربي. المهم دخليت فيه النص، انا عمرته دابا كنشرب انا الماء ديال العين، ها هو وغنعمر هادي ونخليكم معايا ان شاء الله. هذه كنصيحه، كنتمنى انكم ديروا بها باش ما يخسرش لكم اللون ديال الزيتون، يبقى هكايا باللون ديالو وما يخسرش لكم بالزربه، يعني ما يهراش ما يخسرش. لا درتوا لي الماء ديال الروبيني سمحوا لي، راه غادي كونوا على يقين انه غادي يخسر لكم وغيتبدل حتى اللون ديالو. من الاحسن اللي عنده شي كميه هكا يقير قليله، ماشي ما فيها باس، راه حنا مقاتلين مقاتلين اللهم ناخذ واحد البيدو ديال سيدي حرازم ولا. المهم علاش ما قدينا هو اللي نبقى نبدلو به الماء هكايا، يعني راه ما غاديش نخليه دابا غنسد عليه، غنخليوه مده ديال شهر ولا شهر ونص ولا 20 يوم، الوقت اللي نكون فيه مساليه غنبدل ليه الماء، يعني نقدر نجمع هذيك الثمن ديال البيدو ديال الماء ونبدل ليه باش يعطيني واحد النتيجه زوينه. بقاو معايا خوتي ما تمشيو فين. صافي دابا غنسد عليه مزيان هكا، وغنطرفهم بواحد البلاصه اللي تكون قريبه ليا كيف ما كنقول لكم هنا في الكوزينه، باش غير نشقى ندوز واحد المده وغادي نبدل ليه الماء ان شاء الله حتى يحلى خوتي، حتى تحيد منه ديك الحروريه. عاد ان شاء الله غنوريكم الطريقه اللي غندير ليه بالملحه والحامض. المهم بقاو معايا ما نحرقش لكم المراحل. المهم انا بديت معكم وغنلوح لكم ان شاء الله هاد لا فيديو، وغنبقى معكم دقه دقه يعني ان شاء الله حتى تعرفوا لي لحقاش. راه ما عندناش شي كميه بزاف، راه عندنا غير كميه هكا قليله، من الاحسن نديرو حنايا نستغلوها في الدار عندنا بلا ما نبقاو نشريو هذاك الزيتون، يعني فيه بزاف ديال المواد الكيميائيه وفيه بزاف ديال الصودا هادي. المهم ما فيها باس نديروه حتى حنا واحد شي جوج كيلو ولا ثلاثه يكونوا عندنا في الدار. يلا اخوتي نخليكم وندوز ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال الزيتون الكحل، بقاو معايا اخوتي. انا رجعت لكم نوريكم الطريقه ديال هاد الزيتون الكحل. بالنسبه للزيتون الخضر انا وريتكم دابا الطريقه، خليوه ما تمسوه ما تقصوه، يعني خليوه مده ديال شهر 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 ونص غاد، يعني عاد بدلو ليه الماء. المهم هو دابا غندوزو لهاد الزيتون الكحل، تبعوا الطريقه اللي غنقول لكم وان شاء الله غتكون تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف ورائعه. هنا ما عرفتش المهم شحال عندي. المهم الزيتون الكحل وضروري خاصكم واحد الخنشه هكايا ديال الميكا، ولا انا ما عنديش خنشه غنكتفي غير بهذا الصاك ديال هذا ديال الميكا هانتوما، والملحه ضروري اخوتي الملحه فقط. المهم انا غنوريكم اخوتي الطريقه ونوريكم الزيتون كي تيجي، هادشي اللي غنقول لكم غنوريكم النتيجه هو عندي، وغنوريكم النتيجه اللي كيجي ما تبعوش منه ان شاء الله، وديروا على يديكم واي ضرب لما كيلو جوج كيلو داكشي اللي علاش ما قدينا نصاوبوه من الاحسن في الدار، يعني تيكون على يدينا وخالي من دوك المواد اللي كيديروا لنا فيه وصحي. بقاو معايا غنجيب لكم نوريكم كي تيجي. انتم اخوتي ها هو ها هو كيجي زوين ورائع البنات، ها انتم لان هذا الزيتون اصلا هو كبير، ها انتم
غادي نحل لكم وحده، راه دهناه بالزيت الخوتي باش كيعطي هذاك اللمعان اللي فيه. شوفوا كي تيجي حلو وعلى مزوينته. سمحوا لي لان الزيتون راكم عارفينه كيحل يدين، ديروا نتوما شي ليكا ولا شي حاجه انتوما. هذا البنات راه هو هذا، غير تبعوا الطريقه ان شاء الله وتاكلوا الزيتون على يديكم وانتوما تنسبوا باش ما بغيتوا. انا كيعجبني هكا عادي، ولكن ان شاء الله باقي منين نصاوب هذا غنوريكم واحد الطريقه باش تنسموا بالزعتر وبشحال من حاجه بغيتوا. هكايا عادي من الاحسن عادي، انا كيعجبني هكا عادي. يلا خوتي ندوزوا للطريقه. بسم الله، غنديروا القياس اللي بغينا هكا، ونديروا الملحه. من الاحسن اخوتي اذا كانت عندكم الملحه الحيه ديروها هي من الاحسن، انا ما عنديش. المهم باش اللي كان عندكم ديروه. غنديروا بحال كنديروا طبقه ديال الزيتون وطبقه ديال الملحه. المهم انا ورات لي الطريقه ماما، وكانت جدايا الله يرحمها هي كديرها صافي. وغندير الملح، ديري يديك المهم ما تخلعكمش الملحه. راه باقي غنوريكم اش غنديروا لهاد الزيتون بعد ما غيصفي كاع داك المرجان. باقي نوريكم الطريقه اللي غديروا ليه بعد تنشر، يعني راه فيه بزاف ديال المراحل. هذه هي الطريقه ديال الزيتون الكحل، حنا كنقولوا ليه طم طمرت، يعني هذا ها حنا مسمينه في المنطقه ديالنا كنقول ليه طم طمرت، يعني زوين. وكنصاوبوا بهذه الطريقه اللي وريتكم. نقادو ونصاوبو كندهنوه بشويه ديال زيت العود باش كيبقى هكا تيبري صافي. هانتوما ما تخلعكمش الملحه خوتي، هاد الملحه علاش؟ لان كتساعدو باش يخرج منه كاع داك ليدان صافي. هانتوما زيد ديال هنا بنتي الطريقه، غنسد عليه هكا وغنعقدو غنحزمو وغنحط عليه شي بريكه، شي حاجه ثقيله بزاف بزاف. عندكم جوج بريكات ولا ثلاثه ولا شي حاجه اللي فيها الوزن ثقيل بزاف. علاش؟ باش كتضغط عليه ويخرج داك المرجان اللي فيه، يعني شي حاجه اللي تكون ثقيله 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 البنات بزاف بزاف. وديروا في السطاح ولا شي حاجه، لان باش ما يتوسخش لكم الارض كيطلق داك المرجان ديالو. المهم هذه هي الطريقه، بقاو معايا ان شاء الله. غنحزمو ونشوف لي حتى انا شي حاجه ثقيله وغنحطو ونخليه حتى هو حتى يطلق المرجان، يعني جوج مرات حتى تقطع منه كاع داك المرجان، ونوريكم ان شاء الله الطريقه ديالته كيفاش. بقاو معايا، باقي ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو اخر باش ما نطولش عليكم الفيديوهات بزاف بزاف. نتوما خوتي هاد الكحل تقلوه مزيان وحطوه في شي بلاصه، كل مره حركوه. ها نتوما ملي تصيبوه طارق داك المرجان حركوه كايا ها، وعقبوا تقلوه ثلاثه المرات الاربعه حتى تعرفوا بان تقطع منه داك المرجان. وغادي تنشروه ان شاء الله هكايا، غنغسلوه ونشروه في الشمس حتى هكا تتكمش ويعطي هذاك يعطينا داك المذاق الحلو اللي يكون فيه. ضروري نذوقوه، عاش نوريكم ان شاء الله كيفاش غديروا ليه. بقاو معايا باش ما نطولش عليكم الفيديو.